أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال. رحبوا معنا اليوم بمستر طه. أهلا أستاذ طه. أهلا بحضرتك. بداية ترحيب من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، ونتمنى منك في بداية تعرفنا وتعرف المشاهدين المزيد عن الأستاذ طه، وكيف كانت بداية الصالون؟ والله الحمد لله، احنا هنا من 2008 انا عايش بدبي، وان شاء الله عملنا بزنس من 2019. بدانا بابن بطوطه، وبعدين بعد احداث الكورونا جينا هنا بالجميرة ايلاند بافيليون، وهلا بنشتغل امورنا تمام الحمد لله. استاذ طه، ممكن تخبرنا على الخدمات اللي بيقدمها الصالون وكيف تميز في تقديم هذه الخدمات؟ والله الحمد لله احنا بنقدم سيرفيس كثير حلوه، يعني الهوسبيتاليتي كثير حلوه كمان، يعني بنقدم مشروبات، يعني علاقتنا بالزبائن من زمان، يعني اتس لايك لونج جيرني مع بعضينا، يعني رحله طويله من وهم صغار، يعني معنا من 2008 انا عندي زبوناتي واصحابي كمان، يعني نفس الشيء، يعني هم كانوا رفقاتي بنشتغل مع بعض، فالامور تمام يعني. وبعدين عندنا السيرفيس بنقدمها كثير حلوه، يعني عندنا هير كات، شيف ده الاساسي طبعا، يعني عندنا هير كلر، هايلايتس، بديكير، مانيكير، فوت سبا، فيشل، هاي السيرفيس اللي بنقدمها بنتميز فيها والحمد لله من 2008 لغايه هلا. استاذ طه، بعد النجاح الرائع والسمعه اللي كسبتوها، ما هي الخطه والرؤيه المستقبليه للصالون؟ والله احنا هنا دلوقتي شغالين، عندنا فرعين، في فرع في ابن بطوطه، وفرع هنا، وفرع براس الخيمه، في فرع كمان يفتحه في الفيستيفال بلازا ان شاء الله، كمان كم شهر ان شاء الله يفتح، ونتوسع بدبي ان شاء الله والامور احسن. استاذ طه، من خلال خبرتك كرائد اعمال صاحب خبره كبيره، شو بتنصح الناس الجديده اللي حابه تبدا عمل خاص فيها؟ والله كثير سهل الموضوع بدبي وبالامارات عامه، و يعني فليكسيبلتي كثير عاليه مع الحكومه وال اوراق والديكومنتس والاشياء دي كثير حلوه، يعني فبسهوله تقدر تفتح بزنس، يعني مش صعب الموضوع. يعني بالنهايه، ما هي الرساله اللي بيحب يوجهها الاستاذ طه لدوله الامارات على نعمه الامن والامان؟ والله بنشكر دوله الامارات وعلى الدعم والامان اللي احنا عايشين فيه، يعني من 2008 والواحد خلاص يعني مبسوط بالحياه هنا وعايشين، والاستثمار شيء كويس هنا في البلد. يعني بالنهاية، ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بتابعوك حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون؟ والله احنا متواجدين بالجميرة ايلاند بافيليون خلف الجي ال تي، وبتقدروا تواصلوا معنا على السوشيال ميديا، على اللاند لاين، وخلاص كامينج سون كمان الويب سايت تبعنا، بتقدروا تحجزوا من عليه، وان شاء الله الامور احسن. شكرا جزيلا استاذ طه، ونشكر جميع طاقم العمل في الصالون، نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. شكرا لحضرتك، اهلا وسهلا. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.